أهلا بحضراتكم مرة أخرى. وفرت الإمام نتحول لسؤال للأستاذة نجوان فيما يخص بني إسرائيل وسورة الشعراء. وكذلك وأورثناها بني إسرائيل، وهي جزء من أرض مصر بعدما خرجوا منها ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى القدس، لأن سيدنا موسى مات على رمية حجر من القدس. حتى القبر الذي هو موجود الآن هو موجود في أريحة. أريحة تنظر إذا وقفت عند القبر المنسوب إلى سيدنا موسى، وفيه طبعا كلام، ترى البيت المقدس على بعد 10 كيلو، بس أنت لأنك في شاهق تراه هكذا أمام أريحة. المهم أنه هم ما وصلوش الحتة دي، وأربعين سنة تاهوا في الأرض كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. فهو أورثهم شيئا من أرض فرعون وعطاه لهم، ولكنهم لم يراعوا الله سبحانه وتعالى. ولو راعوا الله سبحانه وتعالى لتغيرت خريطة الدنيا. ولذلك الجماعة دول متعبين لأنهم عصوا الله سبحانه وتعالى. حتى بعد ما دخلوا فلسطين وجاء داود وغلبوا كذا إلى آخره، بقى ليهم 5 معابد وثنية يعبدون فيها الأوثان من دون الله. بعدما جاءهم كليم الله موسى، ربنا عطاهم فرص كتير، وكان عايزهم يبقوا مصريين ينتموا للبلد دي. وإن فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى وكذا إلى آخره يروح وهم يورثوا، لم يراعوا هذا الميراث. فمما من الله على بني إسرائيل فيه ومما جعله يكثر من إظهار ما فعل معهم، عمل معهم كتير قوي وهم ما فيش فايدة، ترجع حليمة لعددها القديمة. فمن هذا الشيء أنه أجلسهم في سيناء وفي طور سيناء، وكانت الحتة دي مروج والتين والزيتون وطور سينين، ولكنهم لم يراعوا هذا، ولذلك سلبها الله منهم. ثم أرسل سيدنا عيسى ليرد خراف بني إسرائيل الضالة، ما فيش فايدة. فأرسل الله سيد الخلق أجمعين من أجل أن يظهره على الدين كله، من أجل أن يظهر ذلك على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. وكذلك أورثناها بني إسرائيل هي سينا. نعم، وهذه من المواطن التي ذكرت فيها مصر بالتلميح إلى التصريح، حوالي 80 موطن منهم دي. وأورثناها هذه راجع إلى حتة من بلادنا وهي طور سيناء وبتاعتنا دلوقتي. لماذا؟ لا، ليس لهم حق لا تاريخي ولا كذا، لأنهم لم يطيعوا الله فيها، إنما عصوا الله سبحانه وتعالى حتى سلبت منهم كل خصيصة بعدما فعلوه مع الله. الكبر بطر الحق. هل يجوز أن نتكبر على المتكبرين؟ لا أبدا. في قول في الأدبيات القديمة، وهو قول باطل ولا نأخذ به ولا علاقة لنا في الدين به، تكبروا على أهل الكبر فإن ذلك صدقة. يعني علشان أزله يعني وأحسسه بخطأ ما يقع. فكان مشايخنا لما يجي القول ده في الأدبيات هم يقولوا لا نتكبر ولا نعمل، سيبها لله. هو يتكبر عليك هو حر، هو يطغى عليك هو حر، هو يعتدي عليك هو حر، لكن أنا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وأنا مثقال حبة من خردل من كبر يبقى طريق النار. ولذلك لن نتكبر على ناس، اتكبروا ما تكبروا عفوا أبدا ما نتكبرش. الست رحاب عندها شركة وبتقول أطلع الزكاة على إيه؟ على رأس المال العامل. يعني إيه رأس المال العامل؟ في حاجة في آخر السنة ما دام في شركة اسمها الميزانية، والميزانية دي فيها حاجة اسمها الأصول المتداولة والخصوم المتداولة، دي بنحطها على اليمين ودي على الشمال، نطرحهم من بعض يطلع ما يسمى برأس المال العامل.
راس المال العامل ده غير راس المال اللي انا حطيته وغير الارباح وغير اي حاجه، لانها هي بالتجربه لاحظت انها لو طلعت على راس المال وزائد الارباح تخسر، تروح الارباح، يبقى انا بشتغل 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 وفي نهايه المده بطلع ارباح زكاه كله بتروح وعلى ذلك لا ليا اكل ولا ليا شرب، ويبقى خراب بيوت. لا، الزكاه مش كده، ده الزكاه على 2.5% من راس المال العامل، من راس المال العامل العامل، مش راس المال الاصلي. فراس المال الاصلي ده 1,000,000 وربح 500,000 يبقى 1,500,000، يبقى عليا 37,000 جنيه. واخد بالك ازاي؟ نعم. لما اجي اوزع النص مليون ما لاقيش فيها 37,000 جنيه، لكن راس مال العامل هتلاقي 100,000 وعليه 2.5. نعم. 2,500. نعم. اطلع بقى 2,500 من راس المال العامل. على راس المال العامل. بارك الله فيك فرد الامام. استاذه نبيله اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضل حضرتك عايزة سؤال على شعر المرأة. يقال عند الوفاة لابد وأن يعمل لها 3 جداير. هل المرأة التي شعرها قصير يبقى في حرمانية ولا عادي؟ يعني عايزين نفهم الشيء ده. حاضر. إنا لله وإنا إليه راجعون. هل هذه الآية الكريمة تقال في مصيبة الموت فقط لا غير، ولا في ابتلاءات الدنيا جميعا؟ حاضر يا فن. أشكرك، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا. أستاذة مي تفضلي فن. حضرتك، أنا مسافرة دولة أوروبية والناس اللي في الدولة دي نصحوني أن أنا ملبسش الحجاب طول فترة الرحلة، أنا هقعد هناك 2 أسابيع. فأنا قلت أن ممكن استبدل ده بآيس كاب، يعني على أساس أن أنا أبقى مغطية شعري كله، بس هم قالوا أن مش دايما هينفع أن أنا أبقى لابسة ده. فأنا مش عارفة لو أنا قلعت فترة 2 أسابيع دول الحجاب وبعد كده لما نزلت تاني ألبسه. هم عايشين هناك يا فندم؟ نعم. اللي نصحوا حضرتك عايشين هناك؟ عايشين هناك. وتعرضوا لإيذاء بسبب الحجاب؟ لا، ما حدش. هم هي يعني هو خالي ومراته، هم هي مراته مش محجبة أصلا. طيب يا فندم، شكرا لحضرتك. استاذ حسن اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام دكتور حسن. الكرام المكرمين، اهلا دكتور حسن. الدكتور علي جمعه، الرجل الولي الصالح التقي النقي، الله يكرمك. هنا الاستاذ عمر الاعلامي المحترم حسن، ربنا يخليك. اهلا وسهلا دكتور حسن، اتفضل. بعد اذنك لي يعني سؤال عن الاولياء. اتفضل يا فندم. وألا ان اولياء الله لا خوف عليهم الايه، ومن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هو من 3 يعني أجزاء. الجزء الأول، هل الولي بتأتيه الولاية يعني عطاء من الله، ولا هي نتيجة كسب من كثرة صلاة وإلى آخره؟ هذه واحدة. الجزء الثاني، هل الأولياء درجات؟ والجزء الثالث، هل الولي يعرف أنه ولي؟ ولكم كل التحية والشكر. بارك الله فيك دكتور حسن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا لحضرتك. أستاذ طارق تفضل يا فندم. أستاذ طارق. ألو. تفضل يا فندم. أنا كنت عايز أسأل مولانا حبيبي ربنا يبارك فيه. أنا عندي مرض جامد قوي. شفاكم الله. طبعاً. وعايز اسال، كتبوا لي مسكن رمادول. طيب، بدون ذكر اسمه. مش عايز اخده، فبشرب بدلها بيره. هل ينفع ولا ده حرام؟ تمام. هم كانوا كتبوا الدواء بيستخدم في بعض الحالات كانه مخدر. نعم. فحضرتك مش عايز الدواء اللي بيستخدم من بعض الناس ان هو مخدر، فبتستبدله بشرب البيرة. ينفع من اجل العلاج، من اجل المسكن، كمسكن. حاضر يا فندم. حاضر تحت امر حضرتك يا استاذ. حاضر. طيب نطلع فاصل الاول. بعد اذن حضرتك مولانا. اتفضل. نطلع فاصل.